السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنانين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت أتحدث لكم عن كيف أصور أعمالي الفني. أنا أفتح الكاميرا، إذا أتكلم أولا عن العمل، فهذا على ما أعتقد فهذه نهاية العمل، لن أضيف شيء، لأن الغرض من هذه السلسلة هذه كانت هي تعليم التضليل، والطريقة أعتقد أنها واضحة من خلال هذه السلسلة والشروحات التي قدمت. أعتقد أن هذه النهاية، أنتقي إلى شيء آخر كي نستفيد. أول شيء نلاحظ أو الذي أفعله هو أنني أخذ ورقة بمكان، أضع الورقة بمكان فيه إضاءة قوية أو على الأقل جيدة. أنا الآن أضعه قرب نافذة مفتوحة على مصراعيها. إذا الإضاءة جميلة. ثاني شيء ألاحظ أن لدي خطان متعامدان طول وعرض على الشاشة، فهما يساعدانني على تحديد مكان ومركز الصورة. لن أتحدث عن نوع التصوير الذي يضع بعض الأقلام بريستيج أو وردة أو كأس قهوة، أو يصور مثلا بهذا الشكل هذا أو بهذا الشكل هذا. لن أتحدث عن هذا النوع، أنا أتحدث عن صورة مباشرة أمامية عمودية. إذا الآن لدي لون أزرق، من كثرة الإضاءة يظهر لون أزرق. بما ان التضليل الذي استعملته هو بالرصاص، بمعنى اسود ورماديات، ساستخدم هذه الخاصيه، هذه خاصيه الرماديات. لو لدي صوره من بالوان ساستخدم اضاءه اخرى لكي تساعدني. اذا الان لدي الرماديات، ساحاول ان اركز يدي. يجب أن تلاحظ أن الصورة يدي تتحرك وتركيز الكاميرا يرجع ويفقد التركيز، وعدسة الكاميرا تفقد التركيز وترجع، بمعنى يجب أن نأخذ هذه العوامل كاملة بالحسبان وأنت تصور. فلكي تثبت اليد عليك أن على الأقل أن تقطع أنفاسك 5 ثواني إلى فد النواحي هذه، يعني تقطع الأنفاس إلى غاية أن تصور. ملاحظة أخرى، خذ أكثر من صورة لكي تختار فيما بعد، حتى إن كانت واحدة يدك فيها تحركت أو فقدت الكاميرا التركيز، أو تكون الأخرى جميلة وتختارها وتنشرها. إذا لحد الآن أنا أعمل زوم، لا تقوم بعمل زوم من الهاتف، زوم بيدك، قرب إلى الصورة، قرب، بمعنى يتعذرت عندي فيديو. ما علينا، الآن نلاحظ أن اللون باهت، بمعنى الإضاءة قوية. سأخفف أو سأنقص من الإضاءة قليلا بهذا الشكل لكي تعطيني حقيقة العمل الذي لدي، فأنا أراه. فحتى الفيديو الإضاءة كانت لا تعطي الرسم تلك الواقعية التي أراها أنا أمامي. نرجع إلى العمل، الصورة لحد الآن جميل. أقص وأقلم، أعتقد بهذا الشكل الجميلة. وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنانين.